خد. انا ما بشربش سجاير. دي مش سجاير. سجاير ازاي؟ اذا كان طلع دخانه تبقى سجاير ازاي؟ ما هو مش كل اللي بيطلع دخان سجاير. امال يبقى ايه؟ دي بتساعد على الانحراف. سكن كده معلش. فيها خليك انت هنا ساعة واحدة وحنزلك، ما تتنقلش من العربية. انت يا مجرمة دور الجاي. هو بقى بالدور ولا ايه يا محترم؟ يا لهوي يا لهوي توفيق. واحدة بقى يا استاذ، انا هفهم حضرتك ايه الحكاية. هي نظارة فين؟ فين النظارة؟ عشان انا كنت بدور على النظارة. شوف ده سلوك غير حضاري اللي حضرتك بتعمله ده. وعيب. يا لهوي توفيق، سيبه يا توفيق هتموته. حضرتك يعاقب عليه القانون. صدقني انا بفهم القانون كويس، لان دي اشياء يعاقب عليها القانون مهما كانت الظروف. يا سيد توفيق انا عايز افهمك على حاجه. يا لهوي حرام عليك يا توفيق، هتموت الراجل. ده بيتي، اللي يخش من ورايا لازم اخلص عليه. حرام عليك يا توفيق. يا توفيق لا. يا لهوي. مين ده؟ جوزك؟ ده المقاول اللي قتلني الشقة. ده مش بني آدم، أكيد هربان من جنية الحيوانات. فين النضارة؟ لما فوق
ابقى قولي له ان انا ما كنتش اقصد اضربه. انا ضربته من غصب عني، ده كان حماوتني، انا ضربته من حلاوه الروح. الحقيقه دي فرصه سعيده جدا. اوعى تتحرك خطوه واحده. ايه عايزاه يفوق ويضربني تاني ولا ايه؟ الراجل مات. لا هو هو هتلاقيه مغمى عليه بس ولا حاجه، هزيه هتلاقيه يقوم زي الجن. بقول لك الراجل مات. مات ايه؟ معقوله تلاقيه بس حضرتك مات؟ مات وانت اللي قتلته. يا لهوي يا لهوي، ليالي سودا وايام سودا حطيت على دماغك يا ابتسام. احنا نطلب دكتور يمكن يقدر يعمل حاجه. دكتور دلوقتي. دكتور هيعمل ايه؟ الواحد مات. أنا كنت بدافع. عقوبات ايه؟ بقول الكلام ده للبوليس. حضرتك هتعملي ايه؟ هطلب البوليس يا اخويا. مستعجلة ليه؟ ما احنا مع بعض والمصيبة واحدة. من فضلك اديني ايه؟ اديني دقيقة واحدة افكر فيها. تهمتي والحكم بتاعها عارفة كويس، من 6 أشهر لثلاث سنين في سجن الناس. لكن القتيل ده يخصك انت، تتحمل مسؤوليته. احنا بنضيع وقت كتير في الكلام. انا هتخلص من الجثه في اي حته. لا ده انا هطلب البوليس. سجن النساء وجربته قبل كده. انت خايف من البوليس ليه؟ انت مش بتقول انك قتلته دفاعا عن روحك؟ انا هشهد معاك على الكلام ده. ايوه بس في حاجات تانية. هي انا الدكتور سليمان عبد الباسط. بطني ولا ناسا؟ انا استاذ في كلية الحقوق. شكلي يبقى ازاي وسط الطلبة بتوعي واهلي ومراتي وولادي الصغيرين؟ دي أول مرة في حياتي أسهر فيها برا البيت. أسره هتعمل إيه دلوقتي؟ زي ما قلتلك إحنا نتخلص من الجثة. مهما عملت البوليس هيوصل لنا. البوليس شاطر. أنا بقالي 17 سنة معجون في القانون والجرايم. عايزك تكوني مطمنة خالص، هادية تماما. كل حاجة هتتم صح. علم الجريمة أنا درسه كويس أوي. زي بعضه. بس اديني أمارة إنك كنت هنا وإن أنت اللي قتلته. زي إيه؟ هات بطاقتك. اتفضلي. خش جوه واقلع هدومك التحتانية. تقصد ايه حضرتك؟ مش فاهم. بهدوم التحتانية؟ ما انتش عارف يعني ايه هدومك التحتانية؟ ايوه يعني الفانيلا ولا يعني اللي تحت الفانيلا؟ اللي فوق واللي تحت. طيب يعني امشي في الشارع ومعايا قتيل وكمان من غير اللي تحت تبقى؟ بقول لك ايه، أيوة. اذا كنت انت معجون في القانون انا معجونة في الهم طول عمري، ومش هتعرف تضحك عليا. هدومك التحتانية اهم عندي من البطاقة. البطاقة ممكن تقول اتسرقت منك، انما دول هيتسرقوا منك ازاي؟ والكلب هو اللي يقدر يشمها ويعرف انك صاحبها، وكمان مراتك يا استاذ تقدر تتعرف عليهم. اتفضل. حاضر بس ارجوكي ما تصرفيش اي تصرف من غير ان ما اعرف. اي خطأ في تصرفاتك ممكن يودينا في داهية احنا الاثنين.
هنا رايح فين؟ شيل يا حبيبي القتيل بتاعك معاك. ايوه بس من فضلك اديني دقيقة واحدة هشوف السكة وافتح باب العربية، ولا خايف اهرب؟ ما انت معاكي كل أدلة الإدانة. طب يلا بسرعة. معلش والنبي يا دكتور انزل. ايش ضمان ما فيهاش كابوريا يا دكتور؟ ما فيهاش. طب مره من اول نهار لازم يعني فوت قدامي اسود. وبعدين معاك. حاضر. ما نزلتش ليه؟ هما كده مظبوطين، تلاتة زائد تلاتة. لو نزلت أنا المسائل هتتلخبط ويزيد التوتر في المنطقة. هما تلاتة زائد تلاتة ستة، مش كده؟ بس ممكن يبقوا تمانية. لا يا ماجيش معقول زي ما بقول. يا خبر. اهلا. امال فين البنات يا ست عائشه؟ هم قاعدين في البحر المالح. ايه اللي وداهم البحر؟ انا مش موصيك يا ست عائشه. وهم بيعملوا ايه؟ ما هم قاعدين قدامك اهم. مش كده يا استاذ عبد الحفيظ، مفيش داعي تضغط عليهم اكتر من كده، لحسن يتبعتروا منك وما تعرفش تلمهم. انا عارف بناتي كويس، مش هم اللي يتبعتروا، جايز ناس تانيه. قصدك مين يا استاذ عبد الحفيظ؟ يا ماجي يا بنتي، مع احترامي لوالدك الله يرحمه الا اني معترض على لبسك ده. انا كمان معترض عليه وعشان كده هقلعه. يلا يا طنط احنا جايين نصيف مش نتنكد. يا نهارك مهبب. يلا يا طنط. يلا يا روح طنط. العالم انحلت حتى برفان كمان. انا بشبع على حضرتك. مش حضرتك قبل نوال؟ قبل نوال مين؟ اللي كانت بتدرس لي في ابتدائي. يا صغنن. لا انا قبل مديحة. قبل مديحة حضرتك كنت بتدرسيني في الحضانة. فعلا الكلام ده من حوالي 35 سنة. بس انا هفتكر مين ولا مين؟ ده انا كان عندي في الفصل 40 عيل. انت مين فيهم؟ انا مدحت يا عبدالله. مش معقول بجد؟ ولا كبرت يا مدحت اهو بقيت ده. عريس. عريس يا ابله. فاكراك طبعا، كنت عيل قوي انت، كنت بترايل على نفسك وكنت كنت بعمل حاجات كتير قوي على نفسي. وبتشتغل ايه دلوقتي يا مدحت؟ دكتور يا ابله. غريبه، اللي يشوفك يقول عليك عيان. ايه الله.
يلا يا حوام يلا ما يجي يلا استني يا عفريتة معاكي المفتاح استنى لما يفتحش طب افتحي بسرعة بقى ايه في حد عندي في حد يلا رايح يلا يلا رايح يلا زينة اللهم اجعله خير. يعني ايه؟ مش هشوفك بكره بالنهار؟ هتشوفني بس مش هنقدر نتكلم. طول ما بابا صاحي يقعدنا قدامه زي الغفر. نتقابل قبل ما يصحى. لا بيصحى 6 الصبح. ما عدا بكره هيصحى 6 بالليل. ازاي؟ ده شغلنا بقى، تخصصنا. اي حد يعكنن على البيئه لازم نوقفه عند حده. مين؟ احنا. انتوا مين؟ احنا الملائكه. وايه يا اخويا اللي سهر الملائكه لساعه زي دي؟ مساء الخير. مين؟ اتاخرنا عليك يا حبيبي. انتوا اتاخرتوا عليا كتير قوي. اتاخرتوا عليا 40 سنه. معلش يا حبيبي. تصبح على خير. وانت من هنا؟ اوبا ملايكة حلوين قوي. باي. تصبح على خير. باي. حلوين قوي. تعالوا تعالوا احكي. تعالوا يا راوية. حقيقي انا في عمري حياتي ما وديتش حلوة كده. تصوروا مدحت بيعزف جيتار. هاتي اجمل صيف قضيته في حياتي. ربنا يستر ويفضل جميل كده على طول. انتوا ناسيين ان بابا على بعد 5 سنتي مننا وهو هيعرف منين يا اختي؟ ما تضمنيش ممكن يفتح الباب في اي لحظه عشان يطمن علينا. تبقى مصيبه. الله يرحمك يا ماما. طول عمرك كنت تقولي لي نعم يا حبيبي. الملائكه بتحرسك. بس بذمتكم مش كانت اول ليله نحس فيها ان احنا عايشين؟ اول ليله نقدر نلبس فساتيننا وباروكاتنا والحاجات الحلوه اللي مخبيينها طول عمرنا. والنبي ده غلب. اصبح على خير. اصبح على خير. ناموا بقى. مفيش داعي يا مدحت، مفيش داعي للكلام عن الخطوبة والجواز. ليه يا حبيبتي؟ شايفاني منفعش الزوج؟ كل الشبان بيتكلموا في الجواز تحت تأثير الصيف والبحر والموج، وفي الشتاء بينسوا كل حاجة. طب أنا بقى مستعد أخطبك وأكتب كتابي عليكي جمعة دي. يعني بتحبيني صحيح يا مدحت ولا؟ أنا عرفت عشرات قبلك يا مديحة. المرة دي أنا بحب فعلا، مستعد أنزل النهاردة مصر أجيب أهلي يخطبوكي من بابا. بابا؟ آه. مش لما يصحى الاول. تصور يا مدحت بقاله يومين لا هو نايم ولا صاحي. حاجه عجيبه قوي. ازاي الكلام ده؟ ما تخافوش. نام. هيصحى دلوقتي وهتحصل مصيبه لو ما لقناش. هيصحى الزنادي حتى شوفي.
طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين، اللي دقت قلبه جاية من اليمين يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يبقى قلبه مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو يحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين، اللي دقت قلبه جاية من اليمين يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. حد يهرب من ربيعه ومن شبابه، حد يهرب من حبايبه ومن صحابه، اللي يبقى الورد جنبه ولا يشوفوش يبقى ايه مش طبيعي، واللي يبقى الشهد جنبه ولا يدوش يبقى ايه مش طبيعي، والف مرة مش طبيعي مش طبيعي، ألف مرة مش طبيعي مش طبيعي. شيء طبيعي لو نحب ده شيء طبيعي، واللي عمره ما حب يبقى مش طبيعي، واللي عنده رأي تاني يبقى مين، اللي دقت قلبه جاية من اليمين يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي، يعني قلبه مش طبيعي مش طبيعي. الطيور بتحب بعض في العلالي، والقمر عاشق بيسرح في الليالي، كل دي همسات عشان المحرومين ولا ايه شيء طبيعي، يعني لما نحب نبقى معذورين ولا ايه شيء طبيعي، هو ده الرد الطبيعي الطبيعي. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. في ناس بتقول في الصيف لازم نحب، واحنا بنقول ده مفيش موسم للحب. ده مفيش موسم للحب، 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 ده مفيش موسم للحب. صباح الخير. صباح النور. معانا الليله دي ان شاء الله؟ طبعا. مش هتسافروا معاهم؟ مع مين؟ الجماعه اللي في الشاليه اللي جنبنا، مش قرايبكم؟ ايوه قرايبنا. والله دي حاجه تزعل خالص. الاستاذ اسامه قدم شكوى في المحافظه امبارح، والنهارده راح يجيب قرار بطردهم من المنطقه. ليه؟ الا ليه؟ يبقى انتوا مش قرايبهم بقى. لا مش قرايبنا، دول مجرد صحاب عرفناهم هنا. مالهم؟ دي الناس كلها مالها سيره الا هم. يا ستي دول شويه مجانين ومعاهم واحد دكتور وواحد تمرجي، جايين من الخانك عشان يصيفوا هنا. الظهر نظام جديد عاملينه في الخانك. يا نهار اسود، اتاري كنيدي بيقول لي انا بحبك بجنون. هم عملوا حاجه في حد؟ دول عملوا اللي ما يتعمل، دي المحافظه مقلوبه من امبارح. يعني هم خطر للدرجه دي؟ اصل المجنون ده ما تضمنوش يا ست هانم، ساعات يبقى ظريف قوي فعلا، وفي لحظه ممكن يذبح اللي قدامه. عموما احنا علاقتنا بيهم سطحيه جدا، من بعيد قوي، يا دوب على قد صباح الخير. باي. دي مفاجأة الصيف، أول شاب أحبه يطلع مجنون. أنا هشوف ماجي. غلطة كبيرة قوي اللي انتوا عملتوها دي. في فرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، وافرض إنهم تعملوا فيهم كده، انتوا إيه؟ مفيش إنسانية؟ أنا كنت خايفة منه، وبعدين ده شيء مش سهل بالنسبة لي، أول حب في حياتي أتصدم فيه بالشكل ده. طب وقفوا جنبيهم، دول خلاص خفوا في مرحلة النقاهة وبقوا طبيعيين، ولا انتوا عايزين تتجوزوهم على الجاهز؟
يا ماجي الجواز مسؤوليه كبيره، هيبقى فيه اولاد، عايزه اولادنا تبقى عقولهم ترلالي. والله ما في حد عقله ترلالي الا انتم. عندها حق، احنا اتصرفنا بنداله، انت بالذات يا مديحه ما كانش لازم تعملي كده. انا ماجي انا متشكر قوي، وقوفي جنبي خلاني احس اني اكبر من الدنيا نفسها. يعني هتدفع 375 جنيه مهر و125 جنيه شبكه و550 خلاوة؟ ان شاء الله يكون 1184 في 175 على 124 ومعانا الواحد. ان شاء الله استلف لها واحد من اللي جنبها. مفيش داعي للاحساس بالخجل، ده مرض بسيط جدا هيتعالج منه بسهوله، بس انتوا خليكوا جنبه وهو هيخف، هيخف ان شاء الله. مدحت انا خجلانه قوي من نفسي، اكشف ده هيفقد الثقه فيه واعمل معاك اللي عملته. انا اسفه يا مدحت. مديحة الحب ما فيهوش اسف ابدا. سليمة الحمد لله، طلعت لك مني يجي 20 صفيحة مية كان هيغرق مني، بس انا سديت عليه الزاوية الشمال. جنيدي انت لازم تنزل مصر حالا. ليه؟ انا قريت صفحة الرياضة النهاردة لقيتهم رجعوك الفريق تاني. راوية جنيدي انت سنتر حياتي. دقيقة وخمسين ثانية من ساعة ما نطيت في المية لحد ما وصلت لبابا. فاضل تمرين واحد، لما يجرى تاني هوصل له في دقيقة. الدنيا صحيح يظهر حلوة وما احناش حاسين، الجو لذيذ والهوا يسكر والناس حلوين، والسما مفروشة عالمالح تروت ياسمين. إذا كان ده كله مش لينا كان يبقى لمين؟ 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 كان يبقى لمين؟ 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 خضتني يا سجلال. انا مش هسألك انت جيتي ليه، لكن انا عايز اعرف انت دخلتي هنا ازاي. معلم عبده الهي يستره، قلت له ان انا بحبك ورايداك ومراد يرتب لك اوضتك وفرشتك. ووضبتيها؟ هلكتني من تعبي، رقدت على السرير ما دريتش بقى الا بدخلتك عليا. ده جميل على العين والراس يا ست زينات. ست زينات ست زينات، ما ترفع التكليف يا معلم، ده انت كلك مفهوميه. انا مش فاهمه ايه اللي خلاك تغصب عليا اني اجي معاك. غسلتي حتتين غسيل، عاوزك تاخدي الفنان. يا سلام يا اخويا، غسيل ايه ده اللي في نصوص الليالي؟ حط صوت الجلال يصحى. ما تضيعيش وقتك، انت ما بتزهقيش؟ انا لا، انت اصلك لسه ما تعرفنيش. اعرفك كويس اوي. تعرف عني ايه؟ اعرف انك زي الدنيا. وماله، ده حتى الدنيا بخير، بس مش دايما، دايما بتتقلب. ما هو يوم عسل ويوم بصل. والزنديق بيخرط بصل دلوقتي؟ دلوقتي انا ملكك، وقبل كده كنت ملك الزنديق، وقبل منه كنت ملك سمكة. انت مع كل فتوة، ولما تنتهي ايامه تسيبيه وتروحي للفتوة الجديد. حكم القوي يا سجلال، حد يقدر يقول للغولة عينك حمرة؟ بعدين وحياتك، وحياتك انا ما كنت بعبر حد فيهم، هما اللي كانوا بيجروا وراي. ولا انت شايف اني ما استاهلش؟ لا تستاهلي كل خير.
انت اللي تستاهل كل خير يا سيد المعلمين. وع كده انت باين ان البوزه راح تتمخر. استني بس استني، معقول تسيبيني في الحاله دي؟ طب وانا مالي ومالك؟ انت مش شغلتك تريح الزباين؟ فاشر كان غيرك اشطر، ده نعمه معلمين وفنديه. معلمين وفنديه وفتوات كمان وشرف، بلك انت الزنديق اللي رقصك على واحده ونص في الحاره وسمكه روخ يا محافي وراي. كدابه، الفتوات كانوا ماشيين مع زينات، هيبصولك انت ليه؟ بصولي وجري ورايا، ايه قولك بقى؟ انا صحيح سكران لكن مش مغفى، يجري وراك يبقى مريض ايه؟ طب وانت بتجري ورايا ليه؟ لا انا حاجة تانية، انا بحب توايبك. لا خدها بالحلال احسن. حلال؟ وانت بتعرف الحلال بقى مريض ايه وهيبة؟ بقمر ده وده وده. وهيبه وهيبه، ايه اللي عملت ده وهيبه؟ ما انت فاكر انك اشتريتني جاريه بيهم؟ اشتريتك ايه يا خودي؟ دي شبكتك، انا هقف وسط الحاره واقول بقى على صوتي وهيبه بقت مراتك ده، وهيبه بقت مراتك ده. مع السلامه يا ست زينب. اسود ده سجلال. الغدا يا سيد المعلمين. ماليش نفس. لا لا لا، وبعدين ده الحكيم قال انك لازم تتغذى كويس قوي علشان عافيتك ترجع لك. مستغربة من منظر ايديا؟ خسارتهم في الصبغه. اكل العيش ان شاء الله بكره ربنا يكرمك وتاكل البغاشة ويعافيك من الشقه. اهو ده الكلام. اهلا يابا. اهلا يا معلم. والله يا ست الزينات احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. ده كلام برضو، هو انا بديك الساعه لما اخدم سيد المعلمين؟ لا لا، ريح ريح انت، ريح. مش طايق الرقده؟ طولت فعلا، طولت الحقيقة. كنت ناوي اتجوز لكن بقى اجلت الفرح، قلت قبل الجرح ما يلم وتقوم لنا كده بالسلام. انت هتتجوز يابا؟ عقبالك يا ابني. ويمين العروسه تكونش وهيبه؟ براو عليك، مش كان الاحسن انك تختار عروسه مناسبه ليك؟ لا ما يغركش انها واقفه في السوق، انما دي اخلاها حلاوه. انا كان قصدي يعني تتجوز واحده مقربه ليك في السن. اه انت بقى غلطان في كده. شوف يا ابني، الستات دول زي اللحمه، فيهم اللباني اللي يدوبك تشممه ريحه النار يستوي، فيهم بقى العجوز العجالي اللي يقعد على النار بالساعتين والثلاثه، الجاز يخلص في المبور وهو لسه ما دخلش السوي. سلام. عقبالك يا معلم جلال. القلب جرب حظه مره وخلاص. يا اخويا كل البنات الجمالات رهن اشارتك، انت بس تنقي اللي يحبه قلبك. القلب ميت يا زينات، ما يشركش انك تتجوز اللي بتحبها، يصح برضو تتجوز اللي هي بتحبك. اسمعي يا بنت الناس، امال بتفكر في ايه؟ مبقاش جلال، إن ما كنت أدبهم وأخليهم يركعوا قدام الكلاب، الضربة جت لغدر، وعمر اتقتل لغدر. لسه بتحبها؟ الحقيقة أبقى من ميت يا سي جلال. أنت تعرفي إيه عن الموت؟ أعرف كتير. طب ده انا برجع من القرفه كل مره نفسي مفتوحه لكل حاجه في الدنيا. معلوم من صاحبه واجب مع الاموات، ازورهم واقري عليهم وافرق الرحمه.
باخد معايا فطير وشريك وبلح. في ناس كتير الموت بالنسبة لهم يا دوبك شريك وبلح. تنخرق عينه لو بص لحد غيرك، تنخرق طبلة ودنه لو سمع حد غيرك، ينقطع لسانه لو كلم حد غيرك. يا عفريت يا جن جبان يا خدامين سليمان، سالخير عليكم احذفوه بتلات جمرات وانا من قلبه هطلع تلات حيات. كلالب لزهيرة، كلالب لزهيرة، كلالب لزهيرة، لا تحرق ايده الا ما تحد غيرك، لا تحرق عشاه لو دخلت على حد غيرك. مالك يا جلال؟ حسيت اني لوحدي وانا وسط الناس. انا حاسه بيك. ابقى وسط الزحمه وما احسش بالناس اللي حواليا. يا عيني عليك، ليلاتي تدخل فرشتك لوحدك من غير ونيس. ما هو راسك لما تبقى لوحدها على المخده الفكر يملاها. لكن انا برتاح لما ببقى لوحدي. وانا معك برضه هتبقى لوحدك. انا مش غريبه عنك يا جلال، نجمك موافق نجمي. صباح الخير يا سيد المعلمين. انا مش فاكر اي حاجة من ليلة امبارح. يا اختي ما تفكرنيش، دي كانت ليلة انما ايه اخر قبة. مالك يا معلم مهموم كده ليه؟ اللي زي لازم يكون مهموم، شايل هم حارة بحالها، رجالتها ونسوانها وعيالها. طب وماله؟ ما انت عملت اللي عليك، عملت معاهم واجب وزياده، عملت لهم كرامه وخلصتهم من الفتوات وعزيز افندي. انا باصص لابعد من كده. يا اخويا بص لنفسك، متع روحك بالمطايب اللي حواليك، اللقمه الحلوه، المشروب الحلو، الست الحلوه، ده النعيم والهنا كله تحت رجليك. فين النفس اللي تقبل؟ ازاي اقبل على نفسي النعيم والهنا واهل الحرم ماشيين حافيين والرمد بياكل في عينيهم؟ ربنا يعينك يا معلم، بس على راي المثل ساعة ربك وساعة قلبك. قلتلك قبل كده القلب ميت يا زينات. ازاي بس تقول ان قلبك ميت وانت بتحب اهل حتتك الحب ده كله؟ اللي في قلبي ناحيتهم مش حب، حاجه اكبر من الحب. أنا حاسس إن الناس دي ملزومة مني، ذنبهم في رقبتي. اللي خلقهم متكفل بيهم يا معلم. اللي خلقهم بعتني ليهم عشان أحميهم وآخد بإيدهم. جرب شاور، تخرج من إيده وصفة تريحك من الفكر وتملى قلبك فرح وهنا. لما أحب أفضفض بالسر اللي في قلبي ملاقيش اللي يفهمني، يظهر الكتب علي عايش وحيد. أنا مجربة وصفة شاور معلوم. هو أنا كنت نولت مرادي منك إلا بعد ما رحت وشبشبتلك عند شاور؟ شاور مين؟ أنا دخلتك البيت ده بمزاجي. وماله؟ ما هو مزاجك ما جاش إلا لما شاور عمل سحره. ولسه ياما بكرة تتكوي بنار حبي أكتر وأكتر. حب؟ احنا جسدين موافقين بعض.
انما قلت روحين دي لا، بيني وبينك بحور. معلش، اللي دخلني بيتك قادر برضو يدخلني قلبك. انتي مالية ايدك منه قوي قوي يا معلم. اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، ما تجربه يا معلم. ابعتي هاتيه. لا لا لا، كله لا ده شاور ما يروحش لحد ابدا. حد مين يا ولية؟ انا جلال. معامك محفوظ يا سيد المعلمين، بس اصل العبارة ان شاور لو خرج من داره سحره يبطل. الاكل والشرب تحطوه قدام الباب وتمشوا على طول، وانا لما اطمن انكم مشيتوا هبقى اطلع اخده. انا اتفقت مع الرجاله ان الامور في الحاره تمشي زي ما انا مرتب لها تمام، كاني موجود. والناس في الحاره ما يستعوقوك، هنقول لهم ايه؟ ده نادر عليا ولازم اوفيه. والخلوه دي يا اخويا كم يوم؟ الله اعلم، يمكن شهر شهرين ويمكن سنه. سنه يا جلال؟ سنه بحالها ما اشوفكش. اللي بتدور عليه هتلاقيه في وسط الناس يا جلال، مش بعيد عنه، مش في خلوه. الحارة بقى حالها ما يزرش يا معلم، اتبهدلنا يا اخويا، اتحرمنا من حصتنا في الوقت. وانا كل طمع فيا لما غيرتك طالت. بعدين بقى ست زينات كده بقى. كفايه ايه بس. اخرج لهم يا سيد المعلمين، وقفهم عند حدودهم. مفيش فايده يا ست زينات، هو مش سامعنا. حتى لو سمعنا مش هيرد علينا، مش هيخرج الا ما يقول الاوان. يلا بينا يا ست زينات، يلا يلا. هيرجعوا تاني ويقبضوا حصتهم في الوقت. الطقطقين يعني اللي كان بياخد خمسة هياخد عشرة. هو الوقف هيكفي مين ولا مين؟ هيكفيهم هم لوحدهم يا عطار. قصدك ايه بس يا معلم جلال؟ يعني من هنا ورايح انتوا محرومين من حصة الوقف. بس الوقف ده بتاع جدنا. ما هو يبقى جدهم هم كمان. خلاص يا معلم جلال، يبقى نتقاسم. كنا بنتقاسم كلنا وانتوا اللي غدرتوا بينا. أنا قلت كلمتي، الوقف للناس دي وبس. لكن ده ظلم يا معلم جلال. هو ده العدل. أنت جيت يا ابن زهيرة؟ جيت لقضاك يا ابن زهيرة. ست زينات.
احنيك يا معلم جلال. تعيش يا فوت حارتنا جلال. تشربي ايه؟ دواء. بتشربي ليه؟ علشان ينعنشني. صبي لي واحد. زبيب ولا نبيت ولا عرقي؟ اللي بينعنش اكتر. خلاص اعمل لك سكالانس. ما تاخذنيش يا زينات هانم، انت مش مراته. هبقى مراته. ايوه يعني ما يعتبرش بيخونك. اللي تاخده مني اصلا في عمرها. طب وهي ذنبها ايه؟ ما ضروري هيعرف غيرها وغيرها وغيرها. انت عملت اللي عليك، سيب الباقي عليا انا. ايوه بس من غير ما تتهوري. انت عاقله وكامله ورزينه. ما تخافش يا استاذ عزيز، مش هقول له ان انت اللي قلت لي. حد يسيبك انت، يسيب القمر ويبص لشويه رمم. الجدع جلال ده مش عارف مصلحته فين. معلش، انا بقى عارفه مصلحته فين. بالحق. انت ليه ما تنزليش السوق تتجري؟ اللي ما عملتيش قرشين وانت مع جلال، امال هتعمليهم امتى؟ انت؟ ايوه انا. انت ليه يا بنت اللي دخلك عليا من غير استئذان؟ ها؟ انت ايه اللي لمك الشرشوحه دي؟ نفس السبب اللي لمني عليكي. وانا كنت قصرت معاك في حاجه يا سي جلال عشان تسيبني انا وتروح لدي. انا قلبي ساع الدنيا بحالها. قلبك الميه بصحي دلوقتي. انا بحبك يا جلال، مش هتفلت من ايدي حتى لو السما انطبقت على الارض، فاهم؟ انا حاسس ان احنا بقينا اغراب. مش انت جلال اللي كنت تعرفه يا بصالة؟ دي حاجة بيني وبين ربنا. الناس بتدور عليك في الزاوية ما بتلاقيكش، ومن حقهم يظنوا فيك ظن وحش، وانا كمان من حق امنعك عن الفحش وشرب المنكر. ايوه، ولازم تكمل نص دينك. دي عندك حق فيها. يعني هتتجوز وتخلف؟ انا خلاص نويت. مين؟ ست زينات؟ زينات دي ست الكل. انا هتجوز بنت المأمور. يا مثبت العقل والدين، بنت المأمور حته واحده؟ ايه كتير عليا؟ لا انت تستاهل بنت السلطان. انا لسه جايلي البشاره من بيت المأمور، بلغوني انهم وافقوا. الف مبروك. بس انا عايز الميه بالمظاهر والشربات شربات ورد. عينيا يا معلم جلال. ايه؟ مطمنين لترتيبات الزفة؟ كله تمام بإذن الله. العيان قاعدين تحت في المنظرة، هيخرجوا معاك لغاية أول باب الحارة بالزفة البلدي، وأول ما توصل للبين مأمور والعروسة تبدأ بقى الزفة الألا فرانك. ربنا يتمم بخير يا معلم. أنا جاي وراك. ماشي، يلا أصلا. لميت هدومي وماشيه، ما صحش العروسه تيجي وتلاقيني هنا. بس انا ليا طلب عندك، وحياه الايام الجميله اللي عشناها مع بعض ما انت كسفتني. انت تؤمري. نفسي في قاعده معاك اودعك فيها. اصل ال ما تخافش، مش هعطلك كتير، خمس دقايق بس. طلبت مني عمري كله اوهبهولك، ما تستخسرش فيه خمس دقايق.
ايوه بس يعني هنعمل ايه؟ هنشرب كاس مع بعض، هحط ايدي في ايدك، هريح راسي على كتفك لاخر مره. تحت امرك. انت تفهمي ان جوازي من بنت المأمور جواز مصلحه، لكن القلب عمران بحبك انت. ما هم سموه قلب علشان بيتقلب. الله يرحمك يا قمر. قمر، مش هي اللي كانت مالكة قلبك؟ ايه اللي فكرك بيها؟ هو حرام نفتكر امواتنا؟ طب يا ريت يفتكرونا بعد ما نودع. اتكلمي عن نفسك، انا مش ناوي اودع. ما حدش مخلد فيها يا معلم جلال. الناس لابسين احسن ما عندهم، والحرم اتزينا زي العيد والمحمل. يابا يا معلم عبده، رايح على فين؟ اتكل على الله انت وخلي بالك من الولد. الولد في عينيا ده ابني، بس لو تفهمني في ايه؟ بعدين بعدين هفهمك. اطلع اطلع يا ابني. وايه اللي بعدين؟ اطلع. طب وانت؟ اطلع بس. مالك يا معلم جلال؟ دماغي لفت. ده انت ما شربتش كتير. عطشان، عايز اشرب. دماغك. لا بيت كويس علشان اقرا لك الفنجان. بقيتي بتعرف الغيب. اعرف اللي هيحصل لك بعد ساعه واحده. شاور اللي كان بيعرف مات. ما انا خدت العهد منه. كلانس جامد قوي. خلاني خرفت. اول كوبايه شربتها كانت من ايدي. انا تلميذك، انت اللي علمتيني امتع نفسي بالمطايب. تلميذ غلب استاذه في الحب. اللي يتغلب هو الكسبان يا عبيطه. حب؟ الحب مات يا جلال وانت اللي قتلته. يعني بطلت تحبيني؟
التراب اللي بتمشي عليه. ريقي ناشف زي الحجر. لا مش شكرا، حاجة كده زي الوخم النوم. معقول انام دلوقتي؟ زينات من دلوقتي ماليش حكم عليك، تقدري تشتغلي في التجارة زي ما كنت عايزة. أنا كنت منعك عشان ما تستغليش قربك مني وتاخدي ميزة مش من حقك، لأن ده مش عدل. العدل استريح يا معلم، استريح. نار بتقطع في بطني، بس لو نمت 5 دقايق هصحى كويس. انت لو نمت عمرك ما هتصحى. انت بتموت يا حبيبي، بتموت. أنا حطيت لك السم في المشروب. شفت؟ الموت بيطل من عينيك الحلوين. جلال ما يموتش أبدا! عنها وانا نجيك من الموت. سكاكين بتقطع في حشايا. طب اجلها، اجل الزفه يا اخويا، وانا زي ما سقيتك السم هسقيك التريقه اللي يشفيك منه. انا جوايا جني اهوى من سمك. في حاجة يا معلم جلال؟ Thank you.
انت واخد وهيبه ورايح على فين؟ وفين اخويا الصغير؟ مالك يا جلال؟ السم بيقطع في حشايا. سم اتخدر بيا. في جلال جتته بس، انما اعماله الطيبه هتفضل عايشه على طول. ما صدقهاش يا معلم عبده. ما هي هتقول ايه غير كده عشان تبرأ نفسها المجرمه؟ كلنا لها يا معلم عبده. خد سلاحك يا عطار، ما عادش ليه لزوم. جلال مات مسموم. ما رديتيش على سؤالي، اتجوزتيه ليه؟ الفلوس. ابويا كان موظف على قد حاله، وانا كان نفسي اعيش، نفسي اركب عربيات، وقبلت اني اتجوز عبد العظيم من غير ما اتردد. يعني اتجوزتيه برضاكي؟ كنت صغيره، كان عندي 15 سنه، دول حتى جابوا لي الشهاده من الدكتور علشان المأذون يرضى يكتب كتابي. و يا ترى حقق لك كل اللي في نفسك؟ اعتبرتها صفقة أديها كم سنة من عمري، وبعد كده اتمتع بشبابي وفلوسه. وبعد مدة اكتشفت ان الفلوس ملهاش اي طعم من غير حضن راجل بحس جنبه بالدفء والحب. مدام نجوى، انا شايف ان حضرتك تعبتي، ايه رأيك لو نكمل كلامنا في الجلسة الجاية؟ يا ريت يا دكتور. طب اتفضلي على المكتب. هو بس في تغيير بسيط هقول لحضرتك عليه. هتبطلي الفالينين اللي بتاخديه، وهتاخدي بداله الادويه اللي هكتبلك عليها. متشكره قوي يا دكتور. انا في الحقيقه مبسوط قوي، النتيجه ممتازه. متشكره، البركه فيك. والبركه فيك انت كمان، لانك مستجيبه جدا للعلاج. ميرسي قوي يا دكتور. باي باي. مع السلامة. حضرتك هتخلص عيادة الساعة كام؟ مش قبل الساعة 10. متشكرة. فين يا وحدي حبيبي؟ Thank you.
شريف، ايه رايك في الحب؟ احيانا بيكون وهم. طب ممكن نشتري الحب؟ نشتري الحب؟ ما افتكرش، ولو ان اعتقد ان كل حاجه في الدنيا ليها ثمن. بصحتك. بصحتك. شريف، انت طبعا عرفت ستات كتير قبل كده مش كده؟ كنت اعرف ستات وكلهم حبوك قوي. يعني ليه؟ وايه اللي ليه؟ لا مش قصدي غير انك حلو وتجنن وزي القمر، حبوك قوي قوي ليه؟ علشان كنت ببيع لهم الوهم. طب وانا بتحبني؟ لا بعبدك. هو مالوش ولا صورة ليه؟ هو مين؟ جوزك. هو لازم يعني؟ علشان لما اشوفه على الاقل اعرفه. ما تشوفش وحش. طب بيعرفيني انت عليه بقى؟ علشان تبيع له الوهم. يا عفريتة. الو الو، محدش بيرد. انت متاكده ان جوزك مسافر؟ شفته وهو بيركب الطياره، وشفت الطياره وهي بتطير في السماء. ايه خايف؟ هخاف من ايه؟ الو مين؟ اهلا يا سيدي. مين؟ الهاني موجود. ثانية واحدة. البيبي يتكلم من لندن. خلصتي شغلك؟ ايوه يا هاني. طب روحي انت. الو اهلا يا روح، وصلت لندن امتى؟ وحشتيني. الحمد لله على السلام. بقول لك ايه، اوعى تنسى الفرير والبراش. طيب باي باي. الو نجوى، انا بحاول اكلمك، تليفونك على طول مشغول. كنت بتكلمي مين؟ جوزي. ايوه نجوى، انا ضروري لازم اشوفك. طب يلا سيب اللي في ايدك بقى وتعالى حالا. طيب انا جايك على طول. طيب باي باي روحي. ايوه من فضلك يا انسه، اعتذري للناس اللي بره، مش حاضر اقابلهم دلوقتي. مالك يا شريف؟ انت زعلان مني علشان خليتك تنزل وتسيب العياده بدري؟ لا ابدا مفيش حاجه. لا ده انت مش طبيعي النهارده. انا اسف يا نجوى، مش قصدي ان انا ضايقك معايا. يا سلام، ولو ما كنتش ابقى جنبك وانت متضايق، ابقى جنبك امتى؟ وانت ايه ذنبك اشغلك معايا؟ ذنبي اني بحبك. الله، انت قلبتها دراما خالص. هي فعلا دراما. خلاص نشوف العقدة فين ونحلها سوا.
تعرفي يا نجوى اصعب حاجه على الدكتور ايه؟ انه يبقى عارف علاج المريض اللي قدامه ومش قادر يعمل له حاجه. طول ما انت بتعمل واجبك كدكتور سيب الباقي على ربنا. واذا كان المريض ده صاحبي وصديق عمري ومدين له مستقبلي؟ لا دي الحكايه عايزه قعده. تعال تعال اقعد وارتاح وقول لي بقى ايه اللي حصل؟ ليه واحد صاحبي عمري ما هنسى موقفه معايا لما جات لي ازمه نفسيه واحنا في باريس. ما كنتش هكمل دراستي ولولا وقوفه جنبي يمكن ما كنتش خدت الشهاده. طب وبعدين حصل له ايه صاحبك ده؟ فات عليا النهارده في العياده وكشفت عليه واتضح ان توقعاتي كانت في محلها. حالته فعلا خطيره. والمرض ده ملوش علاج؟ ما كانش ضميري يأنبني بالشكل ده. مش فاهم حاجه يا شريف. في جهاز جديد بيعالج المرض ده لكن للاسف غالي قوي. ثمنه كام؟ 40,000 جنيه. يا ساتر ده غالي فعلا. انا ممكن اتدبر على 10,000 جنيه دلوقتي. وبفكر ان انا ارهن العياده والعربيه. انت بتقول ايه يا شريف؟ انت ما تقدرش تستغنى عن العياده والعربيه. امال اعمل ايه بس؟ انا معايا 8,000 جنيه. وبعدين اذا جوزك سالك هتقولي ايه؟ يا اخي انا هتصرف مالكش دعوه بيه. ارجوك يا نجوى ما تحطيش نفسك في المواقف اللي زي دي. شريف بس خلينا نفكر بهدوء في بقيه المبلغ. انا جاتلي فكره. هتعملي ايه؟ استنى هكلم واحده صاحبتي يمكن اقدر ادبر منها بقيه المبلغ. يوه التليفون ما بيردش. الزهر مش في البيت. بس ولا يهمك يا حبيبي من باب اللي هكون عندها وهجيب لك اكبر كميه من الفلوس. اضحك بقى يا حبيبي. تعرفي يا نجوى انت فعلا انسان عظيم. ثانية واحدة. جش مالي. لا ده انت اللعب معاكي مش سهل ابدا. ما انت كمان اهو بتلعب بخطط. بس في نقلة واحدة انت مش عامل حسابها. جزء كبير من الفلوس عشان تعرف تركز وتلعب كويس. ربنا يخليك ليا يا نجوى. انا بقى دلوقتي لازم اكسبك. لا يا شيخ. طب كش مالك تاني. شريف تعرف واحد اسمه عصام؟ عصام مين؟ بيقول انه صاحبك كان معاك في باريس. وانت تعرفيه منين؟ كان هنا النهارده. وده ايه اللي جابه هنا؟ بتضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ اللي جابته رجليه يا حبيبي طبعا. وقال لك ايه؟ يوه قال لي حاجات كتير قوي. قعد يدردش معايا اكتر من ساعة. حكى لي عن شقاوتك في اوروبا. ده افاق وبلطجي. غريب. مع ان شكله ما يقولش كده قوي. انا عايز اعرف قال لك ايه بالظبط؟ يا حياتي يا شريف. ما كنتش اعرف انك بتغير عليا قوي كده. بقى حد يسيب القمر ده كله ويبص لعصام؟ نجوى انا عايز اعرف عصام كان هنا ليه؟ انت كنت عايز الفلوس دي ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده انا عايزها ليه؟ شريف أنا ما يهمنيش يا حبيبي إذا كنت دكتور ولا لأ. أيوه. أنا كل اللي يهمني إني بحبك وخايفة عليك. ما تنساش إن أنت تحت رحمته دلوقتي. أنا مش تحت رحمة حد. لا تحت رحمته. ممكن يبلغ عنك البوليس وحتة جواب قد كده يبعتوه للجامعة يعرفوا إذا كنت خدت شهادة ولا لأ. وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. مصيبة إن أنا كمان بقيت تحت رحمته. وأنت مالك أنت؟ شافني معاك في النايت كلاب. ممكن يقول لجوزي ويخرب حياتي كلها. شريف شريف صدقني احنا الاثنين بقينا تحت رحمة الراجل ده. انا لازم اقتله واخلص منه. يعني علشان تخلص من تهديده ليك تحط رقبتك انت في حبل المشنقة مش كده؟ لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته ومروح سكران وتاني يوم اشرب قهوة سادة في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ يعني عندك حل غيره؟ عصام كل اللي يهمه الفلوس مش كده؟ ارميها له في خلقته وخلصنا منه. مش هيشبع وهيفضل منغص عليا حياتي.
وعايز كام؟ 40,000 جنيه. أخذ منهم 8,000 لغاية دلوقتي. خلاص ولا يهمك، هنديله 50,000 جنيه. قصدك ايه؟ هنعمل معاه قد شركة في المشروع اللي بيقول عليه. انت برضو صدقتي الكلام ده؟ استنى بس، بشروطنا احنا. الشرط الاولاني انه يمضي لنا شيكات ب100,000 جنيه. الشرط الثاني انه يسيب مصر نهائي. هيغيب له سنتين ثلاثة ويرجع تاني يهددني. الايصالات هتكون باسمي، ما يقدرش يدخل نفسه في قضية تبديل. لكن هندبر المبلغ ده ازاي؟ عبد العظيم جوزي شاري لي فيلا في مصر الجديدة تيجي بتاعت 70,000 جنيه. وده هتقولي له ايه ده؟ هو ضروري يعرف ان انا بعتها. وهو يعني مشتري ده جاهز كده على طول؟ لا طبعا، بس ممكن يتدبر بسهولة. عارف الإشكال فين؟ إجراءات البيع والتسجيل ممكن تاخد وقت، يعني ما بين 10 لـ15 يوم. وهو يفضل يبتزنا ويهددنا، ده مجرم مستعد يلعب بأي كارت. شريف، أنت تسافر في أي حتة في الدنيا، تهدي أعصابك وتسيبني أنا أتفاهم معاه وأخلص كل حاجة وبعدين أنت ترجع بالسلامة. اتفضل. ميرسي. بصحتك. أقدر دلوقتي أقول مبروك؟ بيتهيألي لازم تقول مبروك علشان كل حاجة ماشية زي ما أنت عايز. ما هي لازم تمشي كل حاجة زي ما أنا عايز علشان ما يحصلش ويبقى في مشاكل. مبروك. قلت له إني كنت مسافر، ما أعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، وريت له الباسبور وما لقيوش الفلوس. مش كده؟ ما جابوش سيرة على الموضوع ده خالص. نجوى، انت متأكدة انك اديتيله الفلوس؟ قصدك ايه يا شريف؟ مش هو ده قصدك؟ مش دي ايصالات الامانة؟ مش دي امضيته على الايصالات؟ مش قصدي يا حبيبتي، لكن ايه؟ انت بتشك فيه يا شريف؟ انا اسف يا حبيبتي، بس طريقة وكيل النيابة تخوف، زي ما يكون بيتهمني. ما هو لازم يعمل كده. ربنا يستر يا شريف ويعدي الحكايه دي على خير. الحمد لله انك ما كنتش في مصر. شريف، احنا لازم نبعد عن بعض اليومين دول علشان ما نلفتش نظر حد ولا البوليس كمان. انت عارف الموقف صعب وجوزي. انت عندك حق. طب تحب تخلي العقد والايصالات معاك ولا نقطعهم ولا ايه؟ نقطعهم احسن. أنا هبقى أتصل بيك. يا بعقلك، تعالى تعالى. استنى استنى. أيوه. لا لا مش كده، لا يا شقي. مالك يا نجوى؟ في ايه طيب؟ ما هو مش ممكن كده. ايه دي عشان اعرف اسمعك؟ الساعة 2 دلوقتي يا نجوى. طب وجوزك؟ حاضر حاضر، مسافة السكة بس. طيب. مين ده؟ وإيه اللي جابه هنا؟ مش وقته يا شريف،
أرجوك خلصني من الجثة. أنت اللي عملتي كده؟ أيوه. أنت اتجننتي ولا جرت عليك حاجة؟ شريف أنا هديلك اللي أنت عايزه، بس خلصني من الجثة. مش مستعد إن أنا أشارك في جريمة قتل. لازم تقف جنبي، أنا وقفت جنبك قبل كده. أنا أقف جنبك في حاجات كتير قوي إلا إن أنا أشارك في جريمة قتل، وكفاية أوي اللي حصل لغاية دلوقتي. كده؟ طب ثانية واحدة وبعدين قرر اللي أنت عايزه. ما تنساش ان انت تحت رحمته دلوقتي. انا مش تحت رحمة حد. لا تحت رحمته، ممكن يبلغ عنك البوليس وحتة جواب قد كده يبعتولي الجامعة يعرفوا اذا كنت خدت شهادة ولا لا، وبعد كده كام شهر سجن ومستقبلك وحياتك كلها ضاعت. لقيتها خنجر مسموم يتدب في رقبته ومروح سكران، وتاني يوم اشرب قهوة سادة في جنازته. هو ده الحل؟ تقتله؟ شريف أرجوك ما تفهمنيش غلط، أنا مش بهددك، بس أنا في مصيبة لازم تقف جنبي يا شريف، أنا ماليش حد غيرك. مين ده؟ ده واحد كنت أعرفه من زمان وقطعت علاقتي بيه، بس شافني معاك وهددني يا اما استمر في علاقتي بيه يا اما يقول لجوزي. يلا يا شريف ارجوك. اذا انت رايح فين؟ هروح اجيب العربيه. خد المسدس ده اتخلص منه. ارميه انا. ساعدين. خدي بالك. دكتور شريف عمل اللي عليه واكتر. الله يرحمك يا ابن عمي، خسارتنا فيك كبيرة قوي، الباقي في حياتك. الله يرحمه بقى، كان راجل عظيم وعصامي، لها فلوس ابونا كلها وسابنا على الحديده.
يا مولاي يا كم خلقتني. صحة نجاح العملية. هانت فاتت كتير قوي يا نجوى، ما بقلل قليل. خلاص انا عارف اني ضيعت سنين وسنين حلوه قوي من عمرك مع الحيوان ده. دلوقتي جاء الوقت انك تتمتعي بالثروه وبالحب. لا لا يا عصام لا، ارجوك انا اعصابي تعبانه، اعمل معروف ارحمني. معلش فات كتير وما بقاش الا القليل. قصدك ايه يا عصام؟ قصدي كل خير، احنا هنكمل المشروع اللي ابتديناه وكلنا هنستريح ومفيش مشاكل. اسمع يا نجوى، انا عملت غلطه كبيره قوي ودي لحد صلاحيه. مش فاهمه. انا هفهمك. المسدس اللي اتقتل به الحيوان ده، مسدس الدكتور شريف، انا غلطت ورجعته العياده تاني. انا عايز المسدس ده. انت بتقول ايه يا عصام؟ والمسدس اللي انا اديته لشريف يتخلص منه؟ ده مسدس جوزك. لا يا عصام انا مش فاهمه ولا حاجه. بس انا فاهم. انت عايز ايه؟ المسدس جابه. اشوفه بقى. مش موجود. نعم انا اتخلصت من المسدس. خلصت منه؟ ايوه. انت كلمتني؟ ايوه كلمتني وزهقت منك. الله الله عليه، هتعترف للبوليس تقولي له ايه يا حلوه؟
تقولي له مين اللي قتله يرحمك؟ ما تقول يا بنت السايسة تربية بسم الله. اتكلمي اتكلمي. اسمعني عادي، اسمعني اسمعني للآخر خالص. فكرة ده معاك فكرة انا حرمتك انه في يوم كذا شهر كذا سنة كذا قد باع الطرف الأول حليمة عبد الدايم حنجل، هو مش اسم جد حضرتك حنجل برضه، إلى الطرف الثاني عصام بيك فهمي اللي هو أنا. كيت وكيت وكذا ومذا وكذا، يعني ما يعادل نصف تركة الزوج المرحوم جوز حضرتك. هسيبك بقى أنت تقولي للبوليس إزاي اتصرفتي في أموال جوزك وهو عايش، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك انا مش شايف لزوم كل اللي بيحصل. ايه اللي حصل هناك؟ وليه اتغيرتي؟ ليه؟ مش قادره، مش مستحمله يا عصام. ضميري. ضميري خلاص يا ستي، هقتلهولك هو راح. انت ايه يا اخي؟ حيوان؟ ما بتحسش؟ ما عندكش ضمير؟ ضمير انا قتلته من زمان ودفنته في قبر ابويا بعد ما عمي يزور الاوراق. وبعدين واخري قوي يا نجوى، اخر حاجه تكلمي عنها الضمير يا روح قلبي، ده احنا دفنينه سوا. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ نفكر سوا. في ايه؟ في الاجراءات. انت لازم تبلغي عن غياب جوزك. انا؟ ومالك اتخضيتي كده ليه؟ امال كنت هتعترفي للبوليس ازاي؟ انا شخصيا بالنسبه للبوليس راجل ميت، انما انت مراته اول انسانه تحس بغياب جوزها، المفروض تبلغي. لا يا عصام، مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن، ممكن ولازم، ده بس بعد ما نخلص على شريف، قصدي الدكتور شريف. لا ارجوك ابعد عن شريف. بالمسدس ده انت اللي هتخلصي عليه. امسكي. حرام عليك، حرام عليك. شريف ذنبه ايه؟ شريف ذنبه ايه ده كله؟ عصام انت مش عايز الفلوس، خدها خدها كلها، انا مش عايزه حاجه. لا مش حكايه فلوس، لا مؤاخذه، انا راجل حقاني ودغري. هما خطوتين، الاولانيه دكتور شريف، والثانيه حضرتك تبلغي عن جوزك الغايب، والثالثه تسيبيها لي جواب صغير الحكومه. تعرف مكان الجثة فين؟ الحكومة تعمل إجراءاتها وتاخد حقها، وإحنا ناخد حقنا، أنا آخد حقي وأنت تاخدي حقك يا حلوة، ومفيش مشاكل، مفيش مشاكل. فوتك بعافية بقى. المسدس ده لو وقع في ايدي عصام. ولما انت خايف عليا طلبتيه مني ليه؟ عصام هددني، رماني في طريقك ولعبتينا احنا الاثنين، خلاني اسجلك علشان ينفذ خطته وتقتله عبد العظيم وتخلوني انا كبش الفدا، مش كده؟ عصام هو اللي قتله وانا اللي دفنته. كنا
شيفوك خد الفلوس دي، خدها كلها وسافر. انت دكتور ناجح مش ناقصك الشهادة. ايوه سافر يا شريف، سافر وذاكر وانجح وجيب شهادة بحقه حقيقي. وانا ثروتك من عرقك وتعبك، احنا الاتنين استعجلنا على الفلوس، كنا عايزين نبقى اغنياء من غير ما نكافح ولا نتعب. شريف من فضلك يا حبيبي، من فضلك امشي من هنا بسرعة قبل ما يجي عصام، سيبني لو هو نصفي حساباتنا مع بعض. لا 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 لا، كده يبقى غلط وفي مشاكل. وحسابك عندي يا نجوى طلقة واحدة. سكتوا ليه؟ ما تتكلموا ولا اقلبوا. اتكلم انا. انتوا حبوا بعض زي ما انتوا عايزين، وانا اخد الفلوس، كده يبقى مفيش مشاكل. صدقها يا دكتور، صدقها. اصل انا كنت معاكم من ساعه ما سعادتك سالتها على المسدس، بس ما اعرفش ليه على غير العاده الهانم النهارده قافله الباب بالترباس، فانا لقيت باب المطبخ مفتوح مش مقفول، لا بمفتاح ولا بترباس. انت مستنيه مكالمه من حد؟ اتكلمي. لا. طب تعالي ارجع التليفون، بس مش عايز غلط. على مهلك. اتفضل يا دكتور، اتفضل. مش عايز غلط. شم ريحة غاز. أمال يا دكتور، كل شيء مترتب وتمام قوي. الفيلا دي هتولع كلها عن آخرها. عبد العظيم بيه فحمي وحرمه هيبقوا حتتين فحمة. ومفيش مشاكل. خليك مكانك يا دكتور. اعمل يا صانع المعروف. أنت عارف كويس قوي إنك ما تقدرش تستعمل المسدس ده. ليه؟ لأنك لو ضربت طلقة واحدة كلنا هنولع.